لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لحضراتكم قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل وأوار في تراب مصر الطاهر. إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها حربا وسلاما. وأنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصري: حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته، انتبهوا لما يحدق الوطن من أخبار وما يحاك له من مخططات ومؤامرات. إن مصر أمانة في عناقكم، فاحفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها وامضوا بها إلى الأمام. حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل. أشكركم.